جماعة الخير أنا قلت البرنامج يعني الحق معي مو مع الناس، فلازم الحق معي والحق معي. الحكمة اللي بتكلم عنها الآن اسمها النور يذهب الظلام. هذه حكمة من عندي بالرأسي، النور يذهب الظلام، بس تفسيري معهم لا، من جد وجد أو أي حكمة. تعالوا معي، معنا مجموعة من الشباب الجميلين، بس تقدروا تروح هناك لأن بقرأ الكلام اللي وراكم. نقرأ كلام قبل. راجع بشوقي نكمل ولهفتي، لا لا من غربته ما يحتاج لأنه واضح الكلام غزل، فنوقف هنا إلى هنا وتنتهي. لا لا نوقف هنا، ومعنا مجموعة من الشباب. تفضل معنا، يلا تفضل معنا شايفين، تفضل معنا، حياك الله هنا، تفضل. اسمك؟ شجاع دلو، شجاع الداودي. شجاع دلو، شجاع الداودي. شجاع. والاسم كريم؟ علي محمد لكبي. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. اصبر شوي، انتوا كانكم مرتبكين، اذا في عندكم يعني ارتباط تقدرون تفضلون. لا ما عندنا ارتباط. في... لا ارتباط. لا ارتباط. ارتباط بايش؟ هذا واضح انه في ارتباط. لا بس الجوال كان عندي اتصال. الجائزة طال عمركم 2000 ريال. شوفها. عدة. طيب. 2000 ريال يا ترى بتروح للشجاع ولا العلي؟ ولا العلي؟ بس لو راحت لغيركم تزعلون؟ لا أنا بزعل. لا كيف؟ ممكن ما جاوب على السؤال. والله بزعل، وربي يحرمني جمالي لا أزعل. أجل لازم أغيرك. أول شروط المسابقة طولة البال. يلا استعجل، روح رياضية يعني. إيه؟ أنت. يعني ما تزعل. ما أزعل. يمكن تفوز أنت. أفوز أنا. يمكن يفوز هو. ما يسعد إني يفوز ولا أفوز أنا. يلا بسم الله نبدأ التحدي. الآن ودي واحد من المساعدين، تفضل معي يا كابتن. بس أمسك لي المايك، الله يهينك يا بعد إذنك. بيمسك لي المايك وأنا بمثل لك مثل أو حكمة مثلا معروفة. إذا جبتها تاخذ 2000. نبدا معك ولا معه؟ اللي تبي، اللي عارف الحكمه يعطيني. ترى كل واحد عنده خيارين فقط. ايه؟ اذا زاد عنهم يعني حاول لا تقلدون بعض وتقاسموا الجائزه لو فاز احد منكم. يلا ها بسم الله الرحمن الرحيم. انت تقول تفضل. طيب ها وشو وش الاجابه؟ الاجابه هو السؤال وشو؟ انا بمثل دقيقه امسك. يلا ها 3 كلمات. وكيف عدها؟ تفضل. نور. ايه نور. ايه صقع له في موتر وقب. النور صح. النور قرب ذا. نور. ايه طفى. طفى واشتغل. لا نور. ايه وما ادري ايش عقبه. حلو نور. شارك. عرفت بس جنبهم باقي معكم كلمه حكمه. يلا لا غير لنا السؤال ذا يا ولد. لا هذا حكمه معلش. كذا. ايوه نور. ايه كذا. ايوه غطوا عليه. غطوا عليه. ايوه مش عقبه. انه ايوه من حفر حفرة الاخيه وقع فيها. الله عليك بس اجابه غلط بس قربت لك. ها يشارك؟ خليني اشارك. تفضل. شو اسمك؟ محمد نور. وش محمد وش الاجابه؟ محمد نور. إيه؟ لا مو لا بالاتحاد. لا النور يذهب الظلام. النور يذهب الظلام صح. حلوه والله حلوه. اجابه صحيحه. برافو عليك. صفقه يا شباب مبروك. معلش لا ندخل مسابقة ثانية. يعطيك العافية، شكرا لكم. توفقنا وياكم، الله يوفقكم ان شاء الله، فرصة سعيدة. حياكم الله من جديد، ما زلنا مستمرين معكم ولقاءات جميلة عفوية، حكم امثال، وعندنا جوائز نقدية. كل فائز راح ياخذ معنا 2000 ريال، يا ترى من هو سعيد ام سعيدة؟ الحظ معنا في الحق معي والحق معي. معنا واحد من الشباب بس بناخذ معه سالفة بسيطة. هلا والله وغلا. اسمك؟ محمد حبيبنا. تتابع القناه ذي اللي تشوفها؟ اكيد. وفي قناه ايش هذه؟ قناه المجد. اكيد قناه كبيره ومرتبطه بطفولتنا،
واتذكر مني صغير كاني رحت على استديوهات وكذا، بس اني ناسي اسم البرنامج. عط عط عطنا اوصافه. كان البرنامج عباره عن اكثر من مدرج، وكنا مجموعه اطفال، وكنا مجموعه اطفال، فعندي الفضول اللي اني اعرف اسم البرنامج. البرنامج مدرج اطفال. ايه كان. طب اذا قلت لك عن الاجابه تعطيني هديه بس كذا خفيفه صغيره. قهوه بقهوه. برنامج اهلا 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 اهلا. اي الحين تذكرته ان البرنامج هذا انولدنا عليه، والله يوفقك وشكرا على الجائزه الجميله ويعطيك العافيه. شكرا لك. عفوا. احنا فخورين فيك. والله انا فخور بقناه المجد صراحه، يعني تطور القناه والله من تطور منا فينا، لانه مرتبطه بطفولتنا والله. شكرا لك، اعطاني قهوه عربيه وما زلنا مستمرين معكم. انت وراك واحده. اي اوكي طيب اوكي بسم الله عليك. ناخذ اتصال. ايوه معنا واحد من الشباب، تعرف اسمك؟ معنا انت على الهواء مباشر، ما نقدر تروح بعيد، تفضل. حاتم فايز. حاتم فايز؟ اي نعم. في ازعاج وخر؟ بس شكرا لك. حبيبنا حاتم فايز، وش يقرب لك فايز حاتم؟ فنان معروف؟ ما يقرب يا اسطى. اقرب لي. طيب اوكي عشان نقرب اكثر ونقرب وجهة النظر، من أقرب شخص لك يا حاتم؟ أبوك. نعم. غير الوالد. الوالد؟ تفضل تفضل أبو تفضل يعني تفضل. ما شاء الله عليكم، أنا حاسبك ولده. أيوه. ما... ها؟ حنا مع بعض. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا جماعة. ما شاء الله لا إله إلا الله. الله يحفظك عيالك. الله يخليك ويسلمك يا بعد. أنا ودي نبدأ معه، خلينا نختبر أصدقائه. أصدقاء طيبين وأصدقاء سوء بعدينك، يعني هو ما عنده أصدقاء سوء. بقول له أنا أحياناً الصديق وقت الضيق، متى تعرف صديقك إلا إذا حديت. نبيك تدق على واحد من زملائك لو يسمح لك الوضع، أقرب شخص لك إلا أبغى منك سلف 1000 ريال، إذا قال ما عندي أمسح رقم جواله، وهذا اعتبره صديق مهم كويس. ترى مزح. استعلي تفضل معي. وهذا ما تعرفنا عليه، الكابتن فيصل شمري. والله ونعم. هذا الوالد؟ نعم. لازم تبرون فيه، لأن أبوك ما شاء الله ابتسامته شاكة في وجهه وقاعد يوزع أجر للجميع. أيوة كان لازم. أوكي تفضل معنا. يلا بسم الله. نبدأ الآن مع الجميل. جاهز؟ تتصل على مين؟ أصغر. من شخص دق عليه؟ والله ما أحضر لك اسم؟ ما أحضر لي اسم. طب خلينا نشوف اللي هناك. شكرا لكم. العفو. يلا 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 يلا. حياكم الله من جديد متابعينا عبر قناة المجد. نذكركم الجوائز مرة أخرى، 2000 ريال بانتظار سعيد أم سعيدة الحظ معنا في هالليلة. الحق معي والحق معي. معنا مجموعة من الشباب، نتعرف أسمائهم. عمر. هلا والله ومرحبا. هلا بك أبوي. حياك الله. خير الله يعافيك. اسمك كريم. شارز. حياك الله. يزيد. تفضل. ودنا نقرب اللمة واللحمة والشحمة، والله لا يخلينا من هالجمعة. تفضل. ايش تبغى أنت؟ أوكي. يعني قصدي يعني حبيبي تفضل معنا. حياك الله. تفضل معنا بعد شوي. يلا جاهز معاي؟ صور جوال. تعال تعال معي. صور لي، صور جوال. تعرف اسمك؟ محمد. ابى اروح للشباب وراجع لك. ها يلا. حلو. يلا اعزائي المشاهدين، معنا مجموعه من الشباب. شوفوا يا جماعه، تحدي بينكم في الحكم والامثال، تمثيل لايف، اداء جميل. بس بقول للمشاهدين شغله وارجع لكم. ها تمام، عشان ما تعرفون الحكمه. اوكي اوكي تفضلوا معي مشاهدي الكرام. الموضوع يا جماعه الحق معي، دائما الحق معي ولا مع الناس؟ طبيعي معي. قربوا شوي قربوا شوي ما يسمعوني. الحكمه انه اللي في بالي انا اللي بحطه على كيفي. الكلاب تنبح او القافله تسير والكلاب تنبح، بس تمثيلي بيكون غير. تغري صح؟ تعالوا. طيب تعالوا معنا نبدا. يلا يا شباب نبدا التحدي مع الشباب الجميلين. يلا جاهزين؟ بس ودي واحد يمسك المايك. الفكرة أنا بمثل لك حكمة. قرب المايك شوي. تسمح لي أدخل الألفين لأن أتعبتني كثير، والجوائز تصل إلى 50,000 ريال بإذن الله. تستاهل الطيب يا رب قلبك. جاهز يا أبوي؟ حنبدأ الآن. حيبدأ الآن عد تنازلي. شايفين عد تنازلي؟ شايفينه. أوكي وين شايفينه؟ كنا معك، كنا طاقم. ما بعد جاء. طيب خلاص حنبدا العد التنازلي. نبدا. يلا نبدا.
ها يلا ايوه انت فيه عط بسرعه ترى على فكره يا جماعه كل واحد عنده حكمتين بس ما يزود عنها تفضل الوقت كالسيف لم تقطعك حلو لا لا كل واحد حكمه يا سلام يلا ترى واحد بياخذ منكم 2000 تفضل والله ما ايوه ارمي حكمه مشكله ما في بالي شيء يعني بس شفت الصوره شفت التمثيل ها ايوه قربت يلا كيف قربت ما عندي شيء اي شيء يا حب هذه يا حب إيه؟ هذا اللي بيجيب فينا العيد يلا والله انهم ها ما فيها نمشي نمشي ناخذ غيركم غيرنا شكرا لكم يعطيكم العافيه والله روحكم حلوه معنا ها اقول مثل لا لا تقول مثل فارق بس واضح يلا ناخذ فاصل ونرجع لكم ما شاء الله جميل هذا الانسان وده يشارك معنا في هذا هذا ما شاء الله قاعد يدور له ساعه يكلم جوال وانا دار انه ما يكلم شوف بالله تعالي غالي يا غالي ها تفضل تعال قاعد يكلم جوال وانا اتوقع انه ما يكلم قاعد تكلم اي والله حط سبيكر خلاص فصل تلعب علي انت انا شافك اكثر من دقيقتين او خمس دقائق رايح جاي رايح جاي تكلم وانا اتوقع انك ما تكلم والله اني اكلم ها اكلم صدق اي والله فتش نشوف لا خلاص من تكلم زوجتك لا والله ما اكلم زوجتك ابوك ام ولد عمي دعمك شو اسمه اسمه سرور سرور ادق عليه ادق عليه تاكد صدق تكلمه ولا قبل 10 ثواني قبل 10 طب كلمه بقول بساله كان يكلمك قبل 10 ثواني 20 ثانيه اذا ما في حراج اصبر بشوف اذا في عندي رصيد الله اذا ما كنت تكلم طقطق علينا انت لا والله ما طقت اصبر بنشوف كم يبغى لك لاني مستعجل انا كذا دقيقه لن تستطيع اجراء هذه المكالمه لعدم توفر رصيد كاف في ايه انت قاعد تسوق علينا انت كنت تكلم معك جوال ذا عادي خلاص طفى طب انا بعطيك جائزه 500 ريال ودك فيها على كيف تبغى 500 ولا لا اكيد اعطونا 500 يا شباب اعطونا 500 ريال نبارك مقدما بس ما بعد فزت نبارك لهذا الجميل 500 ريال سياره وسياره كريلا بس ما اكتملت الجائزه سياره كريلا اخر موديل و500 ريال بنزين مفتوح لمده اسبوع جاهز تاخذ الجائزه جاهز تبغاها؟ ها؟ اكيد تبغى الجائزة ولا لا؟ ايوه نبدأ التحدي؟ ابدأ يلا ابيك تعطيني سالفة تضحك وتاخذ الكريلا وال 500 ريال صدق ولا؟ صدق والله اعطيك اياها والله اذا ضحكت انا اصبر خلنا ندور كذا والله اذا ضحكت اعطيك اياها قسم بالله خليكم مشاهدين اذا ضحكتني السالفة بياخذ كريلا اخر موديل وياخذ 500 ريال بنزين تفضل يعني اتفضل بسرعه ما عندي سه كريلا كريلا شوف الرجال ينتظر هناك عندك سالفه كريلا اخر موديل و500 ريال شوف في جيبك اصبر اصبر ها كلمه قلبي يعطوني الو قل انا مسوي لقاء الان على هون مباشره الو تعال تعال هنا في طاقات يضربوني في تعال هنا تهددنا انت تعال هنا في كيف تعال هنا تهددنا انت عشان في سياره كذا لا انت السياره لك انت سياره واداء 500 ريال شو حطيتها في جيبك بسرعه خلص علي يلا يلا اذا اعطتني سالفه كريلا اخر موديل و500 ريال بسرعه طب خلاص خلاص تعال معنا مشارك تبي نعطيها غيرك كذا شوف فكر ناخذ لين تفكر خليك معنا خل هذا ما خلي افكر ما عليك طب خليك معنا قل في لقاء قل هذا سرور نفسه قل في لقاء اذا فزت فيه بيعطوني السياره اخر موديل و500 ريال الو تعال هنا في كيف تعال هنا تهددنا انت ولا وش بعد
سويناك شيء على سيارة و 500 ريال إذا إيش؟ والله يا ترى الكريلا وال 500 ريال أعزائي المشاهدين وأعزائي الحضور من نصيب شو اسمك أنت؟ خالد بن فايز. خالد بن فايز ولا اسمك؟ فكيه. ها؟ فكيه. محمد فقيه. محمد فقيه؟ ما عليك بتجي. محمد فقيه ولا؟ ها؟ 500 ريال وكل آخر موديل. يا ترى أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور من نصيب؟ خلاص قفل الجوال أنت. يلا تعال. ها؟ أعطيه؟ أعطيه ولا تنتظر؟ أعطيه؟ مبروك؟ مبروك؟ مبارك؟ تعطيه؟ تتنازل عنها؟ ألف مبروك؟ بسرعة يلا. ألف مبروك؟ أعطيه؟ مبروك؟ ها؟ دقيقة الحين. اشغلت انت الحين مسوي رجل مهم انت قفل السماعه يلا تعال ايش ذا يا اخي داق على ذاك ان الهاتف المطلوب مسوي يكلم جوال يعني تفضل اسمعني مبروك جاء منافس ثالث هذا خوي خويك وينه يا اخي ركز معي 500 ريال يلا تعال هذا هو هذا ما اعرفك هذا خوي تصرف لي انت 500 ريال وكل اعزائي المشاهدين السؤال بعلمك الحين 500 ريال صور الجوال 500 ريال وسياره اخر موديل يا ترى من نصيب الغالي اشغلتنا من الجوال انت على الهواء مباشره احترم المشاهدين اكسر الجوال الحين بعطيك جوال غيره واخر شيء بالله ركز معي الان يلا اساله إذا قلت سالفة ضحك والله السيارة وال500 إن شاء الله إنه من نصيبك يلا بإذن الله تبي تبدأ أنت ولا يبدأ هو؟ تفضل أبدأ إذا ضحكتني طيب شوف فيه واحد حلو راح البقالة حلو جاء راح سأل البقالة قال له إيش تبي؟ إيش تبي؟ هذه قصة تبي أنت ولا نكت على طول؟ إيش ضحكني بس طيب قال له عندك سكر؟ قال له لا وراح رجع له مرة ثانية قال عندك سكر؟ قال له الله يشفيك يمين بالله بطل مبروك وراحت السيارة والصحية شباب وال500 خل جوالك ينفعك مبروك 500 ريال وكل الله تستاهل حظ اوفر حاب تقول شيء في سيارة ثانية تبي تشارك خلاص ما جاء في ما اجل في سيارة خلاص تبي تشارك الف مبروك ذا خلاص تبيها اه والله طب بارك له الله يبارك فيه ان شاء الله تبي سيارة لا اخو خلاص تبي سياره بيجي خوي عندي تبي سياره لا والله سياره تسلم قل اي سالفه والله ما عندي اي سالفه اي شيء ضحكنا ما عندي اي سالفه خل جوالك ينفعك وهذه سياره ثانيه بعد مبروك خلي اعلمك مبروك يلا مستمرين معكم بعد الفاصل مشاهدي الكرام اعتقد انه في اشياء كثيره يمكن ما ودي اتكلم عنها بس بضطر نتكلم عنها ولما اتكلم عنها الكلام لازم يوصل لكل مشاهد ومستمع يتابعنا الشباب اليوم هم جيل المستقبل هم الأساس هم يعني اللي راح فعلا نفتخر فيهم اليوم في هواياتهم القادمة أنت عندك أكيد أهداف واحد منها صار تسلل لا أمزح معك أقصد أنه أهدافك لما تكبر شو تصير يعني اكون دائما اقول للناس احنا الان في سنه جديده كل واحد يعني في اشياء اخفقها في السنه الماضيه وده يحققها في السنه الجديده وش هي مثلا مثال صور بالجوال انا ما لك علاقه مقلب يلا يعني تكون عندك اهداف تطور من نفسك تطوير الذات تطوير الذات تطوير الذات واحد سجلوها في الترن في المونتاج يعني تتعلم من اخطائك في السنه تعلم تعلم الاخطاء كان ممتاز يعني يخفف من الأكل ترنج ثلاثة تمارس الرياضة ترنج تقرأ بعض الكتب اللي تطور من نفسك الله عليك كل هذا حلو بس ممكن نعرف ايش في الشنطة ترنج أنا سعيد فيك برنامجنا عفوي اليوم ويكند قلنا بنحقق أحلام الشباب نعرف إيش اللي في خاطرهم نسولف نوصلك لأحبابك اللي يتابعونك في أحد يعز عليك ودك تسلم عليه
نسلم على الوالدة. كأنك في الإذاعة. نسلم على الوالدة ويعطيك سامحين على التقصير وبس والله يعطيكم العافية. شكرا لك. ما تمزحون؟ ايش انه اللقاء اللي قبل مزح. بس رسالتك الوالدة الله يحفظها لك. امين. وجعلها ان شاء الله في ذخر ويحفظها لك ويجعلك قرة عين والديك يا رب. امين وياك. تعطيها فلوس شيء؟ اي لازم اشتري هدية يا جماعة. الان الان حنمشي الان متوجهين وين المحل؟ على ذوقك. والله الان اول مرة تقع يعني هذه او يصير هالموقف الجميل انه احد الابناء بيقدم هدية لامه. احنا ما نبغى نحرجك بس ممكن نسوي مع واحد ثاني عشان نمشي معاه صح. اي صح. في احراج؟ لا ما في احراج. نروح معك؟ لا عادي. خلاص يلا مع السلامة.